اهلا بيكم، انا رامي عدلي. النهارده هنتكلم عن مشكله كبيره جدا جدا، هي تغيير المقامات اثناء العزف. تغيير المقامات اثناء العزف دي صنعه زي ما تقولوا كده، حاجه كده بتبقى حد يبقى دارس كتير جدا وعارف كتير جدا انواع المقامات، فبيغيرها اثناء التاليف الموسيقي. اللي حصل في التاليف الموسيقي خلال ال100 سنه اللي فاتت دي كان أقلية جدا اللي استخدمت تغيير المقامات في نفس المقطوعة في مقطوعة واحدة. مؤخرا أجمل مقطوعة ممكن نفكر فيها معاصرة هي للكبير والساحر الخاص جدا نصير شمة في تعليم حرية. تعليم حرية قدمها في سماعي. السماعي في الموسيقى معناه إنه قالب سماعي اسمه قالب سماعي. السماعي كمان هو الإيقاع السماعي، والسماعي كمان ينفع بيسموه بدال الموسيقى، فهو مرادف آخر للموسيقى. زمان لما كانوا يقولك خلينا نسمع شوية موسيقى معناها خلينا نسمع شوية سماعي، فده معنى السماعي. السماعي ليه 3 معاني في الموسيقى العربية. خلينا نسمع بقى في السكشن اللي جاي ده نصير شمة يتألق في الألبوم بتاعه مع عيون، تأليف نصير شمة، تعليم حرية. خلينا نسمع ده. كريشاندو مجرم جدا، تسليم لسه هو فيه، تسليم ده كورد، مقام الكورد بيستخدم اكستنشنز، خلينا نحل ده بسرعة. أي حاجة تاني في التغييرات دي، يعني مثلا ده دو دياز، الكورد مفهوش دو دياز، اوكي، بس ده اسمه اكسيدنشلز، بيجي كده كأني حد عمل فصلة كده وهو شغال بيكتب حاجة، فدي الاكسيدنشلز، اوكي. فعزفها بكورد، الأغلبية في السكشن ده كان كورد. خلينا نسمع السكشن اللي جاي. ناي بياتي، مقام بياتي، غير لحجاز هنا اكسيدنشلز، لسه في الحجاز هنا الردود دي بياتي وبيغيرها. فهي ده كله بيادي ويغير هنا. هنا بقى التغيير، شوف بقى التغيير هنا، بياخد نغمة من النغمات المشتركة ما بين المقامين، يعني البيادي في صول حر والحجاز برضو في صول حر، والصول دي رابعة الري، الرابعة من النغمة دي زي ما تقول كده نغمة مباحة، يعني هو المفروض أقرب نغمة لي للروت هي الرابعة والخامسة والستة على طول كده. أي مقام أو أي حاجة هتعزفوها هيبقى في 1 4 5 6، ده القانون يعني. فهو الراجل اختار يعني نغمة بسيطة جدا في النص، أو هي الصوت بإبداع شديد. شوف الإبداع بتاعه عامل ازاي، شوف صل صل فا صل فا، غير هنا بقى الحجاز، كروماتيك، لسه في الحجاز، لسه على ذمة الحجاز، صول، رجع للصول اهو. بص هيغير هنا، دي متفردة جدا، ان هو الإجابة بتاعته بقى غيرها بشكل عجيب،
يعني سي لا صول فا صول ده حجاز، ممكن يغير ويكمل حجاز، بس هو عامل راح غير بياتي وغير الدنيا كلها، مدهش مدهش الشغل. بعد كده رجع تاني للسماعي زين الله صفا فا مي ميري تراني دا، وهنا رجوع كورد here at School of Oud Online, and we'll be back to the next section. Welcome to the School of Oud Online. The School of Oud Online is a personalized communication tutorial available via Skype. You can learn how to play the oud right from the comfort of your own home. Here's how you get started. Students can apply for free by simply clicking on the apply button. The school offers 6 different courses online that covers all levels from beginner to professional level. Rami Oddly will teach you weekly lessons via Skype, introduce educational materials and teaching videos. Plus, there are over 5,000 musical sheets so you can have the best variety and the highest level of training. What if you don't own an oud? No problem. You can shop today in our store and it will be shipped right to your address. It's that simple. Apply today and join other online students from over 27 countries around the world. اهلا بيكو باك، وخلينا نسمع السكشن الاخير ده. شوف الادهاش في اللعب، رست على الصول. غير مقام سيجا، غير المقام كمان للرست باك سيجا عراق حزام شبه نهوان دري، وغير للهزام باك وقفل سيجا. So here is غير السيجا، حجاز ري، عدم دو، هزام وقفل سي سيجا وكمل كورد. وهنقف هنا طبعا لان السكشن الاخير ده سكشن خاص جدا جدا جدا. السكشن الاخير ده فيه بقى اللعب الصعوبات الشديدة جدا بتاعت العزف، والصعوبات هنا معناها ان هو اشتغل جدا في تلميع الشغل ده السريع، فالمقطوعة دي على المستويين صعبة، على المستويين مستوى العميق اللي فيها تغيير مقامات، والمستوى التكنيكال في السكشن الاخير ده
فيها شغل كبير. وهذا هو نصير شمل العبقري الخاص جدا. Thank you so much for watching this and we'll see you in next video.